الربو مرض تنفسي يصاب به الأطفال بكثرة، إلا أن هذه الإصابات لا تمنع أيضاً من إصابة البالغين فيه في مراحل عمرية بعد الطفولة. للحديث أكثر عن هذا المرض اللي يعتبر شائع بكثرة في منطقتنا العربية وأسباب وعوامل الخطر التي تدعو الإصابة إليه وعوامل الوقاية أيضاً، ينضم لنا الدكتور أحمد عبابني أخصائي الأمراض الباطنية. مرحبا دكتور أحمد. يا أهلاً. نورتنا في عوافي. تسلم. طول عمرك دكتور أحمد. بالنسبة لمرض الربو، أنا نوهت بأنه البالغين يصابوا فيه مو بس الأطفال، هل الإصابة فيه في مرحلة عمرية تختلف عن عوامل وأسباب الإصابة فيه في مرحلة عمرية لاحقة؟ سؤال ممتاز. في بعض الاختلافات. الربو اللي أغلبنا بنعرف فيه أو الأزمة هو نفسه، بشكل عام فكرتنا أنه يصاب بالطفولة، وهذا صحيح. جزء كبير من الربو يصاب في الطفولة. المنيح أنه أغلب الناس بتحسنوا، بنصابوا بالطفولة بشكل عام بصير فيه تحسن عند الكبر، والربو اللي يصاب في الطفولة هذا مربوط كثير بالحساسية. للأسف دكتور، لما نحكي حساسية يعني حساسية من المؤثرات الجوية والبيئية؟ أحد هيئات، نعم. ولما تقول يتحسنوا غير عن أنهم يتعافوا بشكل تام؟ صحيح، في ناس بتعافوا في ناس بتحسنوا. لأنه الشائع يقول لك خلاص على 18 توقف عندك الأزمة، يعني ما في رقم معين، خلينا نحكي عند الكبار، خلينا نحكي مش انه بس على 18 او هيك، بس ممكن تتحسن او تخف او تروح. نعم. في بس الربو ممكن يصاب فيه الشخص باي عمر، ممكن يعني حتى ستينات اربعينات، اي عمر ممكن ينصاب فيه الربو، فهذا مهم نعرفه، لانه بخنا اذا بس بنفكره شيء للصغار ما بيخطر ببالنا انه معنى او ممكن يكون. طيب دكتور، احنا مقبلين على فصل الربيع، نهايات الشتاء. نعم. والان تبدا المؤثرات الجويه التي تدعو الى الحساسيه. تختلط الاعراض ما بين الالتهاب الرئوي، ما بين اعراض الحساسيه، وما بين الربو والازمه. نعم. كيف نميز بينهم دكتور؟ اوكي، هلا ممكن يكون صعب شوي، ولكن بشكل عام الازمه او الربو شيء مهم جدا فيه انه الاعراض مختلفه. اول شيء الفاريابيليتي، الأزمة خاصة بين الأيام، بين الأسابيع وباليوم نفسه. أعراض الأزمة مثلاً أسوأ بشكل عام في الليل وفي الصباح الباكر. أعراض الأزمة بشكل عام برضو ريفيرسبل أو ممكن تنعكس أو ترجع للطبيعي. طيب دكتور، بالنسبة للالتهاب الرئوي؟ أوكي، الالتهاب الرئوي هلا في بعض الأعراض برضو اللي مش موجودة في الربو، زي الحرارة، زي التشيلز الرعشة. الأعراض اللي بالحلق بشكل عام، زي أعراض الرشح بشكل عام، هاي مش بارت من الربو. الأعراض الربو المتعارف عليها والأغلبها إن القحة، وفي أكشن جزء من الربو هو بيجي فقط بقحة. طيب دكتور، ممكن الربو يكون مرحلة لاحقة للالتهاب الرئوي؟ بيأثروا على بعض، أو أي عدوى في الجهاز التنفسي؟ يعني ما بدي أحكي مرحلة لاحقة لأنه يعني مش تكملة الالتهاب، ولكن هذا الالتهاب او العدوى اللي بتسبب هذا الشيء ممكن يكون تريجر او شيء اللي ببلش الربو. نعم. او بيعمل اتاك للربو، فهو مش تكمله منه، ولكن لانهم اثنين بالقصبات فبيأثروا على بعض. نعم. بنسمع دكتور بانه يقول لك فلان معه تحسس ما معه ربو، معناه تاتي على شكل نوبات مثل الربو، هل هي كمسميات نقول مسميات اخف على أذن المتلقي، ولا هو فعلاً في اختلاف بين الحساسية والربو؟ لا، في اختلاف أكيد. الحساسية تشمل أشياء كثير أكثر، في حساسية بالمنخار، في حساسية بالعينين، في حساسية في الجيوب، وفي حساسية بالقصبات اللي هاي جزء منها اللي هو الربو. في ربو برضو بلا حساسية، بس في اختلاف أكيد. وتستخدم في الربو أدوية الأنتيهيستامين اللي هي أدوية الحساسية ولا لا؟ هلا جزء مهم من معالجة الربو، الربو علاجه لعدة أشياء، طريقة علاجه. أحد الأشياء أو طرق العلاج اللي عنده حساسية، نعالج الحساسية بتحسن الربو. نعم. ولكن ليس الأنتيهيستامين فقط هو علاج كامل للربو إذا. نعم. دكتور، بعض الأشخاص تأتيهم نوبات الربو على فترات متباعدة، ليست متقاربة وليست متواترة. طبعا. هل هذا يعني أنه مثلا قد يتشافى من هذا المرض، أم أنه مرض الربو لا شفاء منه؟ هلا في عدة أشياء بالربو. أول شيء في النوبات اللي بتصير. صحيح. وفي ناس اللي عندها أعراض بين النوبات. نعم. ففي لازم العلاج البين، ولما يصير النوبات في ناس بتصير معهم عدة مرات بالسنة، وفي ناس كل 10 سنين مرة. فمهم نعرف شو الأشياء اللي بتأدي للنوبات، اللي أحدها الالتهابات الصدرية، أحدها الحساسية، أحدها الدخان، أحدها. كيف نتعامل معها دكتور؟ هل من هنالك إيش هي بالضبط؟ كيف نتعامل معها دكتور؟ نوبات الربو أو حتى الأعراض اللي ممكن تلازمنا بشكل طبيعي أثناء الإصابة بالربو، هل هنالك عوامل للوقاية؟ للوقاية أكيد
أول إشي نبعد عن، نعرف شو الإشي اللي عندنا ونبعد عنه. عندنا حساسية من شيء معين، نعم. مشان هيك بصير مهم فحص الحساسية لنعرف إيش عندنا حساسية. حتى لو من أكلة معينة دكتور مو عامل بيئي؟ أقل، خلينا نحكي أقل هذا الشيء، الأكثر لأنه عامل بيئي، لأنه إنه دخل بالتنفس والرئة والقصبات، نعم. فبدخل عن طريقه الأكل غير شوي. طيب دكتور خلينا نتحدث مثلا الأعراض الطبيعية اللي بتكون ملازمة لمريض الربو، هل يمكن السيطرة عليها حتى ما تتفاقم إلى نوبات؟ أهم الأعراض هي ضيق النفس، القحة مهمة جدا، والصفير، صوت الصفير بشكل عام أحد الأشياء المهمة. خشخشة دكتور؟ الصفير أكثر من الخشخشة، صفير ممكن ينسمع سواء بالسماعة، وفي ناس إذا يعني الحالة قوية كفاية ممكن الواحد يسمعها بدانه، أو حتى الواحد وهو نايم بسمع هذا الصفير. فهاي أحد أهم أعراض الربو. هل نقدر؟ أكيد نقدر. في إشيين، في إذا صارت النوبة هاي حسب شدة النوبة، في نوبات بنعالجها يعني في أدوية بريدنيزون أو ستيرويد بناخدها حبوب، دائما البخاخات أكيد، بس في نوبات ممكن تؤدي للواحد يحتاج للطوارئ، أو حتى إذا شديدة كفاية إنه يدخل للمستشفى. نعم. هذا يختلف شوي عن علاج الكل يوم، هدفنا دائما إنه ما حدا يوصل للنوبات. فإحنا بشكل عام إذا بنعالج الكرونيك سيمتومز الأشياء اليومية بنتحكم في كل هاي الأعراض اللي حكينا عنها، بنقدر نتحكم فيها. مثل شو أيضا دكتور الأشياء اليومية؟ مثلا مسببات الحساسية، العطور، الدخان، الغبار. والحساسية برضو لازم نعرف إنه مش بس البرا، في حساسية مثلا أشياء زي المولد أو زي العفن، أشياء جوا البيت ممكن صغيرة ما ننتبه فيها، هاي مهمة جدا. أشياء حتى بالتخوت، بالهاي الدست، الغبرة، هاي الأشياء مش بس موجودة برا، موجودة جوا. معطرات التنظيف العادة المنزلية دكتور ممكن أيضا تسبب تهيج في الشعب الهوائي؟ ممكن، في ناس يعني لأنه من أي شيء ممكن، ففي كل واحد لازم يعرف بالضبط إيش، ينتبه على حاله، وفحص الحساسية جزء منه، والانتباه أنا هلا شميت هيك صار معي هيك، يعني مهم نصير نربط هاي الأشياء ببعض، بس أكيد ممكن هذا الشيء يسبب. دكتور قبل عدة أيام احتفل العالم باليوم العالمي للسمنة، والتوصيات جميعها أشارت بأنه هنالك رابط قوي بين الإصابة بالربو وبين أنك تكون سمين، ممكن يكون عامل خطر. صحيح، شيوع الأزمة في زيادة الوزن بيزيد، نعم. والأعراض بتزيد، بصير في أنه صعوبة في التحكم في الأزمة كل ما يزيد الوزن، نعم. فزي ما حكيتي أحد أهم الأشياء اللي بنحكيها أنه ينزل الوزن. في عوامل خطر أخرى دكتور، ممكن يكون مرض جيني مثلاً؟ مرض جينك مثلاً الحساسية ممكن يكون له دخل بالجينات ويؤدي لهذا الشيء أكيد. في بعض الناس عندها بعض السبتايبس أو بعض أنواع الأزمة ممكن لها دخل، اللي هي ممكن زي لها دخل بالأسبرين بعض الناس المعينين، أدوية معينة، أدوية معينة خاصة الأسبرين أكثر واحد ممكن. آيبوبروفين دكتور، حاصرات بيتا، هاي الأدوية الأنتيبيوتيك ممكن تؤدي إلى الإصابة. الأنتيبيوتيك مختلف تمام، هذول اللي بيؤدوا الحساسية هذا شيء تاني ما له دخل، نعم. بالأزمة الايبوبروفين اقل من الاسبرين بس هم نفس العيله، فممكن في ناس يؤدي لهم، بس هذول اقل من يعني مش الاغلب الناس، نعم. اللي عندهم ربو بيأثر فيهم. لو عدنا دكتور الى الدور الوراثي في الاصابه بالربو، اذا كانت الام مثلا اثناء الحمل مصابه بالربو، هل ممكن يولد جنين او طفل حديث الولاده مصاب بالربو، او مثلا اخوه مصاب، هل عوامل خطر تزيد؟ تاريخ العائلة قديش يلعب دور دكتور؟ يلعب دور أكيد، وكل ما فيه بالعائلة أكثر كل ما الاحتمالية يزيد أكثر. وفي عوامل برضو زي الدخان حوالين الأطفال، نعم. خاصة تدخين السلبي أيوة، هذا ممكن يؤدي لحصول الربو في المستقبل برضو، فدائما هاي العوامل كلها برضو مهمة، جينية وبرضو الانفايرومنتال مهمة. دكتور ونحن تحدثنا عن أعراض مرض الربو ما بين خشخشة الصدر إلى النوبات اللي لا قدر الله قد تكون مهددة للحياة، نعم. خلينا لو تحدثنا عن التشخيص المبكر، كيف ممكن نشخص مبكراً عند الشعور بأعراض الربو؟ ما هي طرق التشخيص؟ هل نلجأ للطبيب؟ لازم أكيد. متى دكتور؟ لما في أعراض، يعني الوضع الطبيعي أنه ما يكون عندنا قحة، ما يكون عندنا ضيق نفس، ما يكون عندنا صفير، فهاي الأعراض إذا موجودة خاصة إذا يعني استمرت ما بعد أكثر زي ما حكينا مش بس التهاب ما بعد، لازم مراجعة الطبيب. الطرق التشخيص أول إشي نتأكد ما في شيء آخر، نعمل صورة أشعة إكس راي نتأكد ما في سبب آخر. نعم. ثاني إشي إيش اسمه سبيرومتري أو زي وظائف الرئة اللي هو في جهاز يتم نفخ فيه، ومهم بالربو إنه في ريفيرسابيليتي أو إنه لما نعطي البخاخ في تحسن. عظيم. هذا جزء مهم جدا من تشخيص الربو. عظيم.
دكتور، في نصائح معينة ممكن توجهها للمشاهدين؟ ما بدنا نقول للوقاية، يمكن الوقاية صعب، ولكن للسيطرة أكثر على الربو. السيطرة احنا تحدثنا أكثر سابقا، لكن هل هنالك نصائح أخرى دكتور بتحب توجهها؟ أكيد. أول إشي أهم شيء الانتباه على هاي الأعراض، وما نستنى عليها، نعالج، نشوف، نراجع من البداية، لأنه ممكن تحكم فيها. ثالث شيء البخاخات، مهم برضو فكرة الناس عن البخاخات. في جزء من البخاخات اللي زي الفنتولين وهدول الريسكيو، هدول للأعراض، ولكن هدفنا إنه الشخص ما يحتاجهم. ففي البخاخات اللي بتتاخد يومياً خاصة إذا ما في أعراض، لأنه بتخفف من بعض الالتهابات والأشياء للمستقبل التأثير على هاي. فهدفنا حتى لو ما في أعراض ممكن نحتاج البخاخ يومي، نلتزم فيه. ومهم إنه نراجع، سواء بنقدر مع الطبيب نفسه اللي راجعه، أو مع الصيدلية، أو حتى على يوتيوب كيف نستعمل البخاخ. عظيم دكتور. أغلب الناس يعني يستعملوه، ممكن لقوا ستاديز إنه في أغلب الناس بيستعملوه بطريقة خاطئة بعض الشيء، فهذا بيأثر، ممكن إنه ما عم نتحسن. أحد أسباب عدم التحسن ممكن يكون هالشيء. دكتور، رح أختم حديثي معك بالسؤال، بإنه هل يوجد علاج نقول تام للشفاء من مرض الربو؟ علاج، خلينا نحكي علاج تام، بحيث انه ما يكون عندنا اعراض. اكيد بالالتزام بالبخاخات، بالالتزام بعدة الاشياء، الفاكتورز الاخرى اللي ممكن تؤدي على الازمة. نعم. ممكن جدا العلاج والتعايش، حياة طبيعية تماما، حتى الحركة، الاكسرسايز، الرياضة. عظيم. كلها ممكنة مع التحكم الممتاز والالتزام بالادوية فيها. شكرا لك دكتور، واحنا بالتالي اكيد بنشدد على ضرورة الاهتمام بتوصيات الاطباء. نورتنا اليوم دكتور احمد عبابني، اخصائي الامراض الباطنية. شكرا لك.